مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، يتواصل اللقاء والعطاء من ارضيه ميدان الوثبه عاصمه الميادين لسباقات الهجن في تعداد وانطلاق هذه الاشواط. شوطنا السادس للابكار الثنايا المهجنات الاصايل. نذهب مباشره لنتعرف على المقدمه والصداره، من تاتي مع المركز الاول بهذا الانطلاق والتقدم الممتاز في هذه اللحظات. تاتينا مع الصداره متعب، تعود الملكيه سلطان بن عبد الله بن حميد بالشر الخاطري من يقدم لنا هذا الاسم مع المركز الاول. ثاني المراكز اللي في المركز الثاني ظن احمد بن علي بن سلطان السبوسي يتقدم، مكتوب بن شيبه بن علي السبوسي مع المركز الثاني. ثالث المراكز القادمه مع المركز الثالث في هذه اللحظات، من تتقدم مباشره بهذا المسار عنيده تعود الملكيه مشاهدينا الكرام، ومن يقدمها مبروك بن سليمان بن الاشقر العامري يتقدم في هذه اللحظات مع المركز الثالث. رابع المراكز اللي في المركز الرابع الهائله محمد بن عبد اللطيف بن علي الحمادي من يقدم هذا الاسم مع المركز الرابع. خامس المراكز وغيرت مباشره الى المركز الثالث في هذه اللحظات، من تاتي هناك فارقه مبارك بن حمد بن عود العامري وصل بو مسلم ويقدم هذا الاسم وهذا الشعار مع المركز الثالث في هذه اللحظات. القدوم والوصول من الجانب الاخر شواهين مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي من يقدم لنا شواهين مع المركز السادس. نشوف اللي في المركز السابع وتصل هنا مرموقه، تعود الملكيه محمد بن بخيت بن هديب القربوع المري قادمه في هذه اللحظات مع المركز السادس وتغير الى المركز الرابع. الوصول والقدوم من الجانب الاخر، هناك مشاهدين الكرام اللي هي من تاتي في هذه اللحظات وتتقدم بهذا المسار المميز في هذا الصباح. تاتي مشاهدينا الكرام المدينه محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي من يقدم لنا هذا الاسم مع المركز السابع. وفي ثامن المراكز الوصول من غاره في هذه اللحظات تعود الملكيه من يقدمها عبد الله بن محمد بن خميس الشامسي، والقادمه مخايل خليفه بن محمد بن لويع الخيلي. هكذا النتيجه وهكذا الشعارات مشاهدينا الكرام. نعود الى البدايه، نعود الى مقدمه الشوط. هناك ارى اللي هي شواهين ومتعبه، متعبه مع الصداره، متعبه من تتقدم مع المركز الاول. تعود الملكيه سلطان بن عبد الله بن حميد بالشر الخاطري من يقدم لنا هذا الاسم مع المركز الاول. ثاني المراكز ظن مكتوم بن الشيبه بن علي السبوسي تتقدم ظن مع المركز الثاني. المركز الثالث القادمه مرموقه محمد بن بخيت بن هديب القربوع المري مع المركز الثالث. رابع المراكز اللي في المركز الرابع فارقه مبارك بن حمد بن عود العامري من يقدم لنا فارقه مع المركز الرابع. خامس المراكز اللي غيرت واحتلت المركز الرابع المدينه محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي من يقدم هذا الاسم. الوصول والقدوم من مخايل رعم طيلي يتقدم، خليفه بن محمد بن لويع الخيلي يقدم لنا هذا الاسم. والوصول الجديد ايضا من التماس خليفه بن محمد بن لويع الخيلي من يقدم لنا هذا الاسمين لمخايل والالتماس بقيادتك رعم طيله الواصله والمنطلقه في هذه اللحظات الهائله. محمد بن عبد اللطيف بن علي الحمادي من يقدم لنا هذا الاسم. القادمه الواصله في هذه اللحظات اللي هي منصوره مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي من يقدم هذا الاسم. القدوم الجديد هناك من الجانب الاخر ارى اللي هي شواهين مانع بن علي بن حماد الشامسي وانطلاق مباشر من غاره عبد الله بن محمد بن خميس الشامسي. هكذا النتيجه. الوصول من الشاهينيه فالح بن ياسر بن فالح الشامسي. هكذا الاسماء، هكذا الشعارات. نعود حيث البدايه، نعود الى مقدمه الشوط، الى المركز الاول، الى الصداره الاولى في مقدمه هذا الشوط. ومع المركز الاول اللي هنا مسيطره مع البدايه متعبه، متعبه سلطان بن عبد الله بن حميد بالشر الخاطري منذ انطلاق الشوط وهي مسيطره مع المقدمه، تاتي بقياده المسيره والمسيره خلفها. هناك اللي هي متعبه، هناك المركز الثاني
ثاني المراكز ظن مكتوم بن شيبة بن علي السبوسي من يقدم هذا الاسم. المركز الثالث مرموقة محمد بن بخيت القربوع المري من يقدم هذا الاسم. القادم الواصل في هذه اللحظات مخايل خليفة بن محمد بن لويع الخيلي. ولكن مشاهدين الكرام المدينة تتسلل من مركز إلى مركز عينها لناموس هذا الشوط. هنا محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي تبي تهدي الفوز والناموس أبو مانع وليس بمستغرب لهذا الشعار الإنجازي والنواميس. الوصول في هذه اللحظات من مخايل خليفة بن محمد بن لويع الخيلي يقدم لنا هذه الاسم هذه النوعية وهذا الاسم. الوصول الجديد هناك اللي هي الشاهنية فالح بن ياسر بن فالح الشامسي. وهناك أيضا تنطلق عنيدة بهذه اللحظات بهذا التقدم الممتاز. ولكن نرى التماس سعيد بن فلاح بن جابر الاحبابي اول ذا على التماس. ومن الجانب الاخر القادم الواصل في هذه اللحظات هناك مشاهدين الكرام تتقدم بهذا المسار الممتاز. بدت الاسماء تتقدم من اجل الفوز والناموس والانتصار. هناك مشاهدين الكرام تاتينا في هذه اللحظات شعله سهيل بن رملي بن محمد العامري اول ذا على شعله. ولكن نعود إلى البداية نعود إلى مقدمة الشوط إلى الثلاث اللي بهنزان اللقاء مع الصدارة مع المقدمة ومع المركز الأول. ودخلنا أجواء الكيلو متر الأخير يا سلام الكيلو الأخير من أجل الفوز والناموس من أجل الانتصار. مقدمة الشوط متعبة ما سلمت متعبة بهذا الانطلاق المميز والممتاز مع الصدارة. هنا بدأت تغادر بناموس هذا الشوط إن لم يكن كلام ثاني مع المدينة. المدينة ومتعبة. ومن الجانب الآخر هناك مشاهدين الكرام أرى اللي هي مكتوم بن الشيبة بن علي السبوسي من يقدم لنا ظن مع المركز الثاني. متعبة مشاهدين الكرام وظن ظن تتقدم ظن تتسلل. مكتوم بن الشيبة بن علي السبوسي يبي السلام لأهل ند الشباء عودهم هذا الشعار مشاهدين الكرام. وللشيبة بن علي السبوسي الداعم الرسمي لهذا الشعار وصلتكم التماس. وديروا البال من بن فلاح بن جابر الاحبابي من سعيد بن فلاح بن جابر الاحبابي. تلتمس مشاهدين الكرام راعي ريماس وصل مع الامتار الاخيره. التموس وظن اللحظات الاخيره ظن والتماس. تلتمس الامتار الاخيره التماس 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 غيرت التماس احتلت الصداره. اهل العين دار الزين حضروا بناموس هذا الشوط. سلام راعي ريماس سلام سلام راعي التماس سلام وسلام العين سلام. المركز الثاني ظن مكتوب من الشيخ بن علي السبوسي. المركز الثالث متعبة سلطان بن عبد الله بن حميد بن شر الخاطري. المركز الرابع رابع المراكز مرموقة محمد بن بقيت بن هديب القربوع المري. المركز الخامس خامس المراكز مشاهدين الكرام ظن مكتوم بن خامس المراكز متعبة سالم بن عبد الهادي بن صالح بالأملح المري. هكذا النتيجة مشاهدين الكرام. نذهب مباشرة إلى التماس وأثناء وصولها إلى خط النهاية معلنها الفوز والناموس والإبداع والانتصار. تهانينا لمالكها مشاهدين الكرام من قدمها لنا. 9 دقائق 26 ثانية جوزين من الثانية. تهانينا والناموس لمالك التماس سعيد بن فلاح بن جابر الأحبابي وسلام العين سلام. ظن مكتوم بن الشيبة بن علي السبوسي قدم تشكر عليه ويشكر مالكها. هنا 9 دقائق 26 ثانية 6 من الأجزاء. المركز الثالث نشوف اللي في المركز الثالث متعبة تعود الملكية مشاهدينا الكرام. سلطان بن عبد الله بن حميد بن شر الخاطري قطعت المسافة في زمن وقدرة 9 دقائق 27 ثانية 9 من الأجزاء. هكذا النتيجة تهانينا والناموس للجميع.